السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الجميع مشغول بامتحان البكالوريا، واليوم إن شاء الله غادي نشوف معكم تصحيح ديال واحد النموذج ديال امتحان 2018، وهذه إن شاء الله نقسمه إلى ثلاث مراحل، يعني ثلاث عناصر أو ثلاث فيديوهات. نشوفوا المرحلة الأولى، غادي نشوف نمبر 1 comprehension، نشوفوا الأسئلة ديال الفهم النص والأسئلة ديال الفهم. من بعدها غادي نشوفوا اللانجويج، يعني المسائل اللغوية، الصرف والنحو والفوكابولار والفانكشن إلى ذلك. وأخيرا الجزء الثالث غادي يكون حول الرايتنج. لأن علاش قسمته هكذا؟ لأن باش نعطي كل جزء واحد الأهمية ديالو، وباش تكون نوع من المراجعة وتوضح الأمور، ونتمنى التوفيق للجميع. إذا نخليكم مع الشرح والتصحيح. إذا مرحبا بالجميع، غادي نشوفوا التصحيح ديال قلنا نموذج امتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2018. إذا إخواني أعزائي التلاميذ، ملي نكونوا في الامتحان أول حاجة نبداو بها هي نكتبوا المعطيات ديالنا، الاسم ورقم الامتحان والرقم الوطني ديال التلميذ ولا المترشح والمعلومات الشخصية المطلوبة، نبداو بها هي الأولى باش نتهمها. ومن بعد ناخذ الورقة ديالنا ونصححوها ونقراوها من البداية إلى النهاية. إذا هنا باش نديرو واحد النوع ديال الاستطلاع، يعني غادي نتعرفوا على الورقة ديالنا باش نستأنسوا بها. ألو غادي نمشيو نقراو النص، ولكن هذا النص بما ربما كما كتشوفوا راه شوية طويل، وربما يكون اطول من هذا الشيء. ماذا هنا راه واضح، غادي نتعرفوا بعد على ذا فيس، يعني الواجهه ديال الاختبار الامتحان. واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، هادو هما يعني الباراجرافس، يعني باراجراف 1 اي 2 اي 7. ما غاديش نقراو كلمه بكلمه، ولكن غادي نقراو غير الجمله الاولى. نقراو الجمله الاولى فين تبدا واتساب از ناو ذا موست كذا كذا حتى اذرز سكايب ان اذر، هذه الجمله الاولى. قراو غير هذه الجمله، عاود نمشيو للجمله الاولى من الفقره الثانيه، الجمله الاولى الثالثه وهكذا. نزيدو نمشيو كملنا من النص، نمشيو اسئله ديال الفهم. هنا غالبا ماشي غالبا دائما اول سؤال غادي يكون او اول تمرين غادي يكون تمرين ديال الفهم comprehension 1 comprehension على 15 نقطة 15 points base all your answers on the text. يعني ركز ولا الجواب ديالك خصو يكون انطلاقا من النص، قال الأجوبة خصها تكون انطلاقا من النص. إذا A choose the correct right answer، هادي نشوفو نقراو هاد الأسئلة كاملة بطريقة يعني خفيفة وسريعة ياك، باش نشوفو نديو فكره، وفي نفس الوقت رحنا نشوفو شنو هو السؤال اللي يقدر يعني يبان بلي نقدروا نجاوبوا عليه. نزيدو نمشيو اف finding the text words meaning the words that mean the same almost same as على عيش نقطات. هاد التقييم هذا عيسائي راه مهم جدا، نشوفو باش مثلا لا هاد السؤال جانا صعيب ولا ما عرفناش ولا، غادي نشوفو شحال ديال النقطه عليه، غادي نشوفو نقطه ولا نقطه ونص ولا ثلاث نقطات. معليش تايلا سمحنا فيه ماشي مشكل، ماشي بحال مثلا الرايتين ولا داك اللي عليهم 10. المهم نزيدو نكملو هذه لانجويج نمبر 2، نزيدو نكملو بي سي دي، هذه يعني لانجويج، هذه مهم. شوفوا هنا ام ريلي بور جو تو، يعني هذه تبان لنا ناخذ واحد الفكره. انا دابا حنا نديرو واحد القراءه طفيفه، نديرو استطلاع للورقه ديال الامتحان باش ناخذ فكره. نيكست، اذا هذه اللانجويج صافي لهنا write an appropriate response to each. هذاك ديما رايتين، نمشيو اخيرا هذه تكون الانشاء رايتين عليها 10 ديال النقاط. هنايا هذه تشوفوها تاسك 1 وتاسك 2. اليوم هذه نتوقف غير عند تاسك 1، لان غادي نشوف المنهجيه ديال الكتابه ديال الموضوع الانشائي بقدر ما. على كل حال هذا التاسك 1 يعني المهمة الأولى على 6 ديال النقاط، والتاسك 2 غادي يكون على 4 ديال النقاط، المجموع هي 10. غادي نركزو إذا على هذا اللي عليه 6 ديال النقاط.
وحتى الى ما قدرناش نكتبوا هذا in some societies the number of crimes committed by teenagers is growing ربما يبان لنا شويه صعيب معليش ماشي مشكله خلينا وجاوبنا بالزوج ولكن هنا شنو السؤال السؤال انك do task 1 and 2 عندك ويساب لكم اللي هذه تأدي الاختيار ما كاينش الاختيار تجاوبوا على واحد وزوج and 2 إذن نرجعوا للنص ديالنا باش نبدا الأجوبة إذن هنا من بين التقنيات التي نستعملها وهي أننا هادي نبداو بالسؤال الأسهل فالأصعب فالأصعب إذن نمشيو على بركة الله الكومبريهنشن ألو شنو قلنا comprehension 15 points choose the right answer إذن اختر الجواب الصحيح هنا عندنا ثلاثة ديال الأجوبة okay what is the text about the text about is about هادي ولا هادي ولا هادي هنا شنو الهدف من هذا السؤال من نقولوا the text is about هنا الهدف من هذا السؤال هو استخراج الفكرة الأساسية إذا بما أن الهدف ديالي هو استخراج فكرة أساسية ما هاديش نقرأ النص من الأول حتى التالي هادي نستعمل هذوك التقنيات ولا استراتيجيات القراءة اللي معروفة بال RSQ for R's يعني survey question for us read recall reflect and recite ونستعمل هذيك التايبس الريدي اللي هما سكيمين وسكانين سكيمين يعني واحد القراءة طفيفة باش ناخذ فكرة أساسية سكانين نقرأ قراءة متأنية قراءة متعمقة باش نتوصل إلى خصائص ولا details specific details تفاصيل خاصة إذا هنا وشنو هادي نديرو هادي نخطا هادي نشوفو شنو هاد الاختيارات واتساب and teenagers يعني الواتساب والشباب واتساب success story قصة نجاح واتساب واتساب disadvantages يعني لي ديزافونتاج ولا لي زيكونفينيون ديال الواتساب هادي نرجعو للنص ونشوفو يعني واش الهدف كما قلنا هو فكرة أساسية الفكرة الأساسية غالبا كتكون في الجمل الأولى إذا هذه نقرأ غير الجمل الأولى WhatsApp is now the most used messaging application especially among teenagers surpassing Facebook, Skype and others إذا هنا واش قلنا بلي WhatsApp هو الآن أهم application تطبيق ديال المساجات especially among teenagers لأننا إحنا تكون teenagers surpassing يعني تجاوز Facebook وSkype والأذرز مزيان يعني واتساب والشباب ولكن راه ماشي هذه هي الفكرة الأساسية نمشي والزوجة teens are flocking to WhatsApp because it gives them the privacy and freedom to exchange any messages they want with whoever they want هاي الجملة يعني نقرأ غير الجملة هنا عودة بنبل واتساب والشباب ولكن نمشيو الثالثه والرابعه والخامسه والسابعه انا غير باش نختصر شي الوقت هذه نلقاو باللي ما كاينش واتساب الشباب هذه نشوفوا باللي جانكوم اند براين اكتون ار ذا فاوندرز هما هنا جبدوا لنا هاد لي فونداتور يعني المؤسسين ديال الفيسبوك هنا جون ميت هيز بزنس بارتنر براين يعني كيفاش تلاقى صاحبه رابعة as the initial models failed Jan was discouraged and was almost يعني هنا كنشوفوا باللي كيحكيوا لنا كيفاش تكونت واتساب كيفاش الوغ غادي نرجعوا نمشيو للاخر ديالنا للسؤال ديالنا غادي نكتشفوا باللي الجواب الصحيح هو بي يعني قصة نجاح ديال واتساب بالنسبة بالنسبة للبي filling the chart with information from the text هنا يا هذا الهدف ما يسمى ب information transfer يعني هادين واحد الجدول ونحول له معلومات سهلة هادي نمشيو للنص هادي نشوفو هاد 2009 فين كاينه في النص ونشوفو دوك الأحداث لأنه واش قالنا لك السنة والحدث 2009 شنو كاين هادي يكون WhatsApp was launched in the App Store for iPhones. هذه القوة في النص مباشرة. إذا نرجع للنص فراها 2009 فراها 2009 هذه نخاق دا مهم ضبي لـ 2009 ما نقراش 2009 فراها ها هي 2009 قناة إذا هذه نمشيو للجملة اللي كهدي لأنها فوص الجملة نشوف فين تبدأ هذه الجملة launch لما شيء هذيك was ها هي WhatsApp was finally
launch in the App Store for iPhones in November 2019. WhatsApp was launched. إذن هذه نقلوا ديك الجملة. I'm sorry. Alors, هاي نقلوا هنا. 2014 la même chose. هم شو 2014 نقلوا هذيك تاع 2014. نمشيو سي are these statements true or false? Justify. هذا السؤال هدي نختبره ولا هدي نطبقه ما يسمى ب reading for specific details. يعني نقرأ من أجل تفاصيل خاصة. والتمرين عبارة عن true or false. عندنا واحد الجملة هاد الجملة Emily feels safe when she uses WhatsApp. هاد الجملة قالوا لنا واش true ولا false. ولكن نصف الجواب الآخر هو justify. إلا قلت true خصك تقول علاش، وإلا قلت false هادي تقول علاش. ألوغ الجواب هادي يكون true. هادي نمشيو للنص هادي نلقاو باللي أنه الأخر true. I feel more intimacy and security. Mshiul Tani, one of WhatsApp founders, studied programming at university. The answer had been true. La justification. Moi, had T here true. T here true. Had a nice full job. Il a can had the job sahih. Ou la justification galat. Had yatouk, yatouk. Nice full nokta. لأن التمرين على ثلاثة. واحد لكل سؤال. إلى البداية كانت غلطة ولا جستيفيكاسيون صحيحة صفر. إذا نردو البال خصنا هاد الشطر الأول هو اللي خص يكون عندنا صحيح. إذا الأولى ترو علاش فكان I feel more intimacy and security. جاوج one of WhatsApp founders studied programming at university. الجواب غادي يكون ترو. جان took training in programming. هاد الجملة يتبنى بلي هذا ترو. Telta, I'm sorry. Telta, John and his partner Brian worked for Facebook after leaving Yahoo. The false, they applied for Facebook, but they were not lucky. Sorry, but they weren't lucky. Alors, نمشيو لD. D answer the following questions. أجيب عني الأسئلة الآتية. How did Jen and Brian get to know each other? كيفاش تلاقاو؟ كيفاش تعرفوا؟ They met while they were working at Yahoo. يعني تلاقاو ملي كانوا يخدموا في Yahoo. How did Jen and Brian make some money from WhatsApp? They started changing or charging iPhone users on first time installation and the Android users ever. Every year they sold WhatsApp. What did WhatsApp attract the attention of Facebook, or why did WhatsApp attract the attention of Facebook? علاش يعني الواتساب استرعت الانتباه تاع فيسبوك؟ علاش؟ لأن WhatsApp was launched in the App Store for iPhones. إذا السؤال اللي موراه وهو complete the following sentences. نادي هادي نديرو التتمة ديال هاد الجمل. هنا باش هادي نشوفو ما يسمى داك recalling، داك الاستراتيجي ديال recalling، يعني نكونو قرينا النص مرة وزوج وثلاثة. ودابا نشوفو واش راحنا عارف يعني عاقلين على شي حاجة من النص ولا لا. إذا the name of WhatsApp comes from من جاي هاد الاسم تاع WhatsApp؟ جاي من هاديك واحد العبارة يوميا كنستعملوها اللي هي the daily phrase WhatsApp. What is up here؟ بحال كيف حالك؟ ما الجديد؟ كواد نوف؟ يعني هاد العبارة اللي كنستعملوها في الحوارات اليومية ديالنا. فيسبوك باد، يعني فيسبوك خلص. 19 بليون دولار يو اس دولار بليون دولار تو باي واتساب از ا ديل باي واتساب. نمشيو السؤال اف. Finding the text words that mean almost the same as. يعني هاد السؤال هذا مرتبط بالفوكابولير باش هادي يختبروا القدرة ديالنا على استنباط معنى الكلمة الجديدة أو الكلمة الغير معروفة أو الكلمة الصعبة من خلال المحتوى. هنايا هادي نضطروا نوليو للنص. هادي وشنو قالنا؟ كونفينس. واحد الكلمة في النص تعني convince. كاينه في paragraph 5. شنو غادي نديرو حنايا؟ غادي نمشيو ل paragraph 5 ونشوفو هذيك الكلمه. اذا نمشيو للنص. اذا فين هذه تكون؟ شنو
convinced. As the initial model failed, was discovered. إذا حنايا هادي convinced, هاد convinced هذا شنو هاد convinced؟ هنا أعزائي إلا ما عرفناش الكلمات ما نبقاوش حاصلين معها ما نضيعوش معها الوقت نفوتوها حتى لما جاوبناش عليها ماشي مشكل ولكن مع ذلك هادي نحاولوا ما أمكن نركزوا شوية ندير واحد المجهود ونشوفوا لهاد الكلمة في حد ذاتها convinced إذا ركزنا معها مزيان هادي نلقاوها تشبه شوية ديك الكلمة بالفرنسية convaincu ولا convaincre يعني convince جي convaincre اللي هي يقنع إذن هادي نشوفوا لهذا paragraph 5 as the initial models failed Jan was discouraged and was almost يعني بالنسبة اللي ربما القراءة ديالو تكون شوية ثقيلة هادي نشوفوا في الامتحان كيفاش غادي تأثر was almost about to give up when Brian persuaded alors هنا بون مانيش عارف التلميذ واش هادي يكون عنده هذا الحس ولكن هاد persuaded هي convince هنايا لا مورفولوجي دو مو ولا الطبيعه ديال الكلمه convinced يعني convaincre persuader بالفرنسي هنايا ما يسمى بالمكتسبات السابقه ونديرو connection لان ملي كندرسو اللغه كيكون ديك الفايف سيز هذا موضوع اخر هاد الفايف سيز هما ثلاثه ديال الكلمات يبداو بالسي communication connection comparison culture community اذا لنا هادي نقارنو الانجليزيه بالفرنسيه غادي نلقاو persuader ولا convaincre اللي هما اذا persuaded اذا السؤال ديالنا الجواب ديالنا غادي يكون persuaded وكذلك نفس الشيء convince persuade large يعني large très large يعني هذه حتى في الاخر بلا ما نمشيو للناس هذه huge اوكي اذا كما قلت لكم هاد دو بوين تاع هاد الكلمات الا ما تعصع يعني تعسر عليكم تلقاهم معليش تقدروا تتجاوزوهم الوغ نمشيو للسؤال الموالي what do the underlined words in the text refer to اذا هاد الكلمات على من تعود paragraph 2 و paragraph 3 هنا اخواني المساله سهله وبسيطه على من تعود يعني هذيك الكلمه ذي غادي نشوفوا المسائل اللي قبلها لان الريفرنس هو الكونتكست ديال الكلمه هو الكلمات اللي قبل الكلمات اللي مور وهذا الريفرنس يعني المرجع يعني راجع من جاي مراجعه يرجع يولي للوراء هذه نولي نشوفوا هذيك داي فين كاينه ونولي للوراء هذه نلقاو بلي داي هي تينز هما الشباب تينز علاش سميناهم الشباب لان العمر ديالهم كيكمل بتين 13 14 15 16 17 18 وهكذا partners and partenaires يعني حتى بالفرنسية هما كنقصدوا بهم الزملاء جان كوم and براين أكتر alors دابا سالينا من comprehension غادي ندوزو لانجويج وبالمناسبة تقدروا تبداو بأي سؤال بغيتو يعني على حساب كما قلت في البداية على حساب السهولة ولا الجواب اللي غادي تقدروا تجاوبوا عليه انتم إذا بالنسبة للانجويج 15 بوينت نردو البال هنا فين هادي يعني المسائل تكون أسهل هادو فين نركزو باش تجيبو هاديك 15 تجيبوها كلشي صحيح تجيبوها كاملة give the correct form of the words in brackets هنايا غادي نهضرو على the form of the words the word form كنقصدو بها واش noun واش verb واش adjective إلى غير ذلك إذا unemployment and يعني هنا and هو ودائما المعطوف كيتبع المعطوف عليه باللغه العربيه كي نقول مثلا واحد الشيء هو يعني شي حاجه اللي بحاله اذا ملي قلنا unemployment هنا اوتوماتيكمون هاد الليترات هادي تكون بحال unemployment يعني ment هي انه يعني illiterate هادي تكون تاي انه وشنو هو النوع ديال illiterate illiteracy الو illiteracy ياك unemployment and اذا هاد and فين كاينه الحكمه يعني هاد الكلمه خصها تكون بحال هادي
الوغ الى عرفنا هذه الطبيعه ديالها اللغويه هذه نعرفوا الزهر الليتروس صافي بلا ما زيد نقرا then today's word they've become هنا فعل they have become شي حاجه اذا هاد الحاجه هاد لا فورم تاع يونيفرس الكون become غالبا مور الفعل وشنو كيجي يا اما هادي يجي مفعول به غادي يكون ان نو ولا هادي يجي ان ادجكتيف صفه او نات they become famous ولاو مشهورين ولاو مجهدين ولاو هذا اذا هنا يونيفرس الجواب غادي يكون يونيفرسال issues over the last year, etc. Poor countries need more washta. Need more. هنا يا إما هادي نديرو financing ولا financial assistance. هنا more وش هادي يجي موراها أكثر. يا إما هادي يجي موراها adjective أو يجي موراها noun. I need more time to think about it. I need more opportunities. إذا نكجي النو. وهذا النو هنايا استنو كومبلكس financial assistance. هذا كيف يجوز هذا ما يسمى بcollocation assistance. More assistance ولكن ده financial. إذا بوش كيكين assistance يعني هذه تكون adjective financial. And ensure sustained development. إذن هنا أكو كامل قريتو sustainable development. هي sustainable development اللي هي العنوان تاع واحد unit sustainable development. Alors نمشيو fill in the gaps with the appropriate words from the list. هنا يادي يعطيونا ثلاثة ديال الاختيارات نختاروا واحد لا فورم. هنا يا أعزائي كاين واحد القضيه نعتمدوها واحد التقنيه وشنو هي ملي يكون عندنا لو شوا مالتيبل تشويس يعني عده اختيارات هذه خصنا نتعاملوا معها بذكاء ما نقولوش نقمروا لكن هذه نتعاملوا معها بذكاء هذه نشوفوا الكلمه اللي متاكدين مليون في المية ماشي هي هذيك نعيدوها باش نقلصوا الاختيارات اذا I'm really bored. How about to see football? How about? إذا هنا وشنو هذه ربما هذه نذكروا دوك العبارات نتاع الدرس الأول اللي خدموا ب Gateway. I'm sorry اللي خدموا ب Ticket to English. ذاك اليونت الأولى هذه نشوفوا gerund and infinitive العبارات اللي نستعملوها gerund اللي من بينها How about من تكون preposition How about. إذا هذه جي How about going. How about going? The government should more efforts to eradicate crimes. Should وش نجي مورا؟ Infinitive. Should, could, would إلى ذلك هاد المود verbs كيجي موراها الانفينيتيف. إذا كنا عرفنا هاد القضية صافي هادي سهل نجاوب. على وش نهاد يكون؟ Should make. ماشي do. We make effort عاود هنا الفرق ما بين do و make. هذا يعني داخل في إطار المكتسبات السابقة vocabulary have ما نقولوش to have efforts ولا to do efforts to make efforts Kate is the girl father has just been elected president of the city council إذن وش عندنا where who whose إذن هادو شنو هما wh اللي هما relative pronouns where هي أين هنا the girl ما يمكنش هاد تكون أين هو هوز هادي هو هوز وحدة فيهم كاين واحد الطريقة إذا ما فهمناش لو كونتكست المحتوى هادا اش غنديرو هادي نقمو هنايا يعني هادي الطريقة كاع باش إلا حصلت 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 اختار وحدة في ديك الجي المهم وير غالبا تكون عرفتها أين ولا عرفتيها أين ماشي هي هاديك ألوغ هادي وير هو ولا هوز هادي ندير وحدة فيهم ولكن واخا هكداك نشوف الحدس ديالو شنو يقول لك هادي نشوفو Kate is the girl who father
هو فادر ما جاياش هو فادر إذن هوز فادر إذن كيت البنت اللي با has just been elected إذن هذه جي هوز I'm sorry هوز فادر هوز فادر إذن هنا كان يوقع واحد هنا يا attention ماشي هو هذا خطأ استسمح هذه شيء هوز هي الجواب الصحيح هوز هنا هوز على البوزيشن اللي يعني كيت هي ديك البنت اللي باها عاد كيتعين البريزيدون تاع المجلس البلدي all the candidates need to the need to had to جمهورها الانفينيتيف need to check in need to fill in need to take off إذن had in fill in check in take off شهادو هادو سميتهم phrasal verbs إذن هنا خصنا نكون عارفين phrasal verbs هذا موضوع واحد اخر يدخل في اطار vocabulary and phrase verbs دخلنا مع الفوكابلوري يعني خص التلميذ يكتسب يقرا علاش كيما ديما كنقول في القسام التلاميذ ننصحهم باش يقراو بزاف المطالعه باش يكتسبوا هاد المصطلحات ويكون عندهم رصيد لغوي مزيان اذا need to application واش take off ما جاياش ماشي take off لا واش ماشي take off واش check in ولا fill in check in fill-in إذن حتى هنا إلا ما كناش متأكدين ولا ما كانش عندنا الرصيد اللغوي عادي نديرو بحال نوع من التقمار ولكن نشوفو الحز ديالنا check in fill-in منش عارف كل واحد والحز ديالو أنا متأكد من جواب طبيعة الحال ولكن نشوف التلميذ هذا في حالة ما إذا ما كانش عارف الجواب أما المفروض أن نخصو يكون عام هنا the application غالبا كنسميها fill-in إن نمشيو لكسميتو للسي نمشيو للسي هو put the verbs in brackets in the correct form هنا جي تنسز لا conjugaison جمال is preparing for the reading competition which in the month's time in 3 months time had 3 months time in 3 months time عبارة تدل على واحد الزمن فلذلك شنو هو in 3 months time dans 3 mois يعني dans 3 mois هادي توحلنا بالفيتور إذن هادي يكون فيتور مش يعني يقول which will take place ولا which is taking place هنا هادي عندنا جوج ديال الاختيارات جوج ديال الاحتمالات is taking place in months play هنا باش نبينو بلي هاد لا كومبيتيسيون كانت مبرمجه هنا هادو لاش حاجه مبرمجه في الاخر في المستقبل او will take place مجرد prediction هذا كنستعملو في simple future he reads a book every week إذن هنا هادي عندنا هاد reads simple present على سكينة every week today اليوم he إذن هنا كاين واحد contrast the contrast يعني واحد المقابلة كاين he reads a book every day every week يعني عنده واحد العادة أنه كل أسبوع كيقرا كتاب today شي حاجة ديال الآن يعني هاد اللحظة اللي كنهضر فيها شنو هي ماش نقولوا he reads لا today اليوم أنه يقرأ is reading today he is reading a new one he it last night إذن هاد start هادي نصرفوها لمن هادي نشوفو هاد last night هاد العبارة هادي last night علاش كنستعملوها الليلة الماضية إذن simple past started after he finish Voltaire's Candide هنايا وشنو كاين he started و finish after وهاد after إذن كاين هاد last وكاين هاد after هنا عندنا جوج ديال لي زاكسيون وقعوا في لو باسي ولكن وحده وقعت قبل الاخرى ملي تكون عندنا هاد الحاله واحد الفعل اللي يكون وقع قبل غادي نديرو في الباس بيرفكت والفعل اللي يكون جا من المور غادي يكون في سيمبل
simple pass. And then he started last night after he had finished. He had finished Condit. And then Zido they rewrite the sentences belong beginning with the words given. إذن عودة عطاونا واحد ل واحد الكلمة هذه نبدأ بها هي if إذن نديرو conditional. إلا كاين واحد إشارة بالنسبة للأطول المرجعية ديال الامتحان ديال 2020 ما هذاش يكون conditional يعني هذا ما يعنيش أننا ما نراجعوش ولا هذاك ولكن يعني حتى خلينا التالي ولا حتى لا نسيناه ولا حتى كاع ما راجعناش ماشي مشكل لأن ما هاديش يكون في الامتحانات هاد العام على حساب الإطار المرجعي ديال الامتحانات المذكرة اللي صيفطوا لنا مؤخرا. إذن I couldn't respond to your email because I didn't have access to the internet. شنو وقع؟ I couldn't respond to your email. ما قدرش نجاوب على الإيميل ديالك علاش؟ I didn't have access to the internet. ما كانش عندي الإنترنت. إذن وشنو هادي نديرو هنا if هي conditional وشنو هنا I couldn't simple past يعني ما قدرتش لحقاش ما كانش عندي إذن شي حاجة اللي وقعت في الباسي دابا ما قدرتش نغيرها هذا هنا هادي يسمى conditional type 3 ولا regress إذن وشنو هادي نقولو if I had access to the internet لو كان كان عندي لو كان كان عندي الانترنت كون أنا جاوبتك. So if I had past perfect, if I had access to the internet, فاصلة فاصلة راه مهمة جدا مهمة جدا إلا ما درتوهاش خذ نص نقطة تمشي لكم. I could ولا would have responded. إذا هنايا conditional type 3 would ولا could have responded past participle ديال respond. Football referees will use video technology in the next World Cup. فيديو تكنولوجي هاد فيديو تكنولوجي فراها يوز فيديو تكنولوجي فين جاي هاد فيديو تكنولوجي مور ويل ويل مور ويل يوز ونعرفوا باللي افتر الفيل كيكون الكومبليمنت الاوبجيكت اذا بدينا بمعنى هنايا الباسيف فويس فيديو تكنولوجي ويل بي يوزد ان ذا نيكست وورلد كاب باي فوتبول ريفريز. السؤال الثالث اي فيلت اي ليفت ماي امبرلا ان ذا سكول لايبراري سيد اما said Emma. هنايا فاش كدنا هاد بين هاد المحقوفتين inverted commas said Emma. Emma told me يعني هنايا reported speech. I left my umbrella. إذن Emma told me that she had left her umbrella in the school library. مزيان. دابا غادي نمشيو ل next اللي هو ال E. Match each expression to its appropriate function. هنا غادي نهضروا على الفانكشن هنا مجرد ربط العبارات بالفانكشن ديالها يعني المساله سهله جدا غادي نركزوا شويه باش نشوفوا كيفاش نربطوا لي زيكسبرسيون مع الفانكشن. هنا كذلك راه عندنا نوع من المالتيبل تشويس هادي نشوفوا نبداو بالعبارات اللي اكيد متاكدين 100% اننا عارفينها مثلا I am sorry. من نقول sorry وشنو فيها؟ apologize. إذا number one هي B. صافي حيدناها. I don't understand this word. Could you explain it please? I don't understand. يعني ما كنفهم شنو فيها؟ asking for clarification. Could you explain? Asking for يعني question. بحال في الأولى ما فيهاش question mark. ما فيهاش هاد الأسئلة تسيبها. يعني ما تجي asking. إذن هنا بوحدها الأ هي بوحدها اللي فيها asking for clarification بمعنى وهذه بوحدها اللي فيها علامة الاستفهام إذن هذه تكون زوج أوكي 2 هي A asking 3 I'm glad I passed the exam شنو بقى لنا making complaint expressing disagreement expressing good news I am glad I passed the exam. أنا فرحان نجحت في الامتحان. يعني مشاهدي good news. وتبقى لنا بطبيعة الحال الأربعة اللي بقات اللي هي C. إذن write an appropriate response to each situation. Response. هنا responding to news. Responding to news. Your friend, I'm really addicted to Facebook. I can't stop using it. هنا الصديق ديالك راه يخبرك باللي هو مدمن على الفيسبوك ما يقدرش
يتوقف على الاستعمال. اذا انت هو كيقول لك الخبر انت غادي تكون شنو هي رده الفعل ديالك في هذا الخبر. انا كل تلميذ شنو غادي يدير؟ انا نعطيه مجرد ميت او ماي جاد ذاتس ريلي سو باد. اذا عاود ريلي هنايا اتونسيون غادي استسمح ما كاين غير ان سول ا غير ا وحده سو باد ولا ريلي يا اما او ماي جاد ذات از ريلي سو باد ولا ريلي. إذن هادو هما كيفاش نديرو نردو الفعل ولا نردو على bad news في حقا دي bad news. بالنسبة للتانية your friend I got excellent marks in the national baccalaureate exam. هنا في نظر I got excellent marks يعني هادي good news. إذن how to respond to good news. Oh sounds great wonderful interesting. إذن هاد oh تعجب sounds ونديرو great, wonderful, interesting, sounds great, ça sent, يعني ولا يعني مش عارف كيفاش غادي نشرحها بالدارجة, it sounds great, تبدو ولا يبدو هذا جيد, حسن, جيد جدا, ممتاز, رائع, إذا غادي نشوفو هذوك الصفات اللي مزيانة ونديرو واحدة أخرى, oh, sounds great, oh, sounds cool, oh, sounds wonderful, oh, sounds interesting, etc. Or at last الى غير ذلك مع الاجوبه. اذا الان مع الرايتين.